شغل بسم الله الرحمن الرحيم. كده احنا بنركب الجري بوكس زي ما انتم شايفين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. بسم الله. وانا جبت سيليكون والسيليكون ما كفاش. طبعا دي المسامير بتاعت تثبيت الجري بوكس هنركبها. طبعا البيبة دي بيبة 8. او صليبة نركب بيبة او صليبة او نفرد صليبة. دول اربع مسامير برضه هما اللي هما جنب الجير بوكس مباشرة. دول تثبيت وبتركب فيه 8 مسامير، 2 في الاطراف، واحد هنا واحد هنا واحد هنا واحد هنا، والاربعة اللي هما 2 هنا و2 هنا. ماشي، فاضل 2 هنركبهم اللي هما في الطرفين الاخر اللي احنا شايفين كده. ده كده اخر واحد بالنسبة للتثبيت. طبعا لما بنحرق بالبيبة بيبقى افضل طبعا، لان البيبة بتربط جامد يبقى فيها عزم عن المفك، ففي الاخر بنحرق بيها يعني. طبعا الجزء ده اللي بتركب عليه الايه اللهم صل على النبي الشداد، الشداد بتركب هنا. طبعا ده بيتركب على 3 مسامير.
بنثبتهم بايدينا الاول، وبعد كده ايه نبدا نربط بايه بالمفك بتاعنا او البيبه ايا كان. نبدا بقى نربط بالمفك للقاعده بتاع الشدايه اللي هيركب عليها الشدايه زي ما احنا شايفين، هي قاعده بلاستيك اصلا. هنبدأ نركب بقى الشداد بتاعنا زي ما احنا شايفين كده. طبعا في مانيا مهوت، المانيا مهوت زي ما احنا شايفين بشاور عليه بايدي اهوت، ده مانيوم وده مانيوم تاني اهوت، ده برضه مانيوم، في فتحة ايه وفتحة ايه، المانيوم بيخش في الفتحتين دول كده زي ما احنا شايفين كده. طبعا ده الايه الجزء بتاع اللي بيشد مع الشداد اهوت. هركب بقى المسمار بتاع ايه المانيوم ده، المسمار بتاعه اهوت واحد اهو برضه صليبة، هنبدأ يعني نركبه في مكانه اهوت زي ما احنا شايفين. بسم الله، ده كده الشداية بتاعنا ماشي. المسمار التاني اهوت نفس القصيدة، المشبك ده بنحطه هنا عشان يحجز ايه الجزء اللي بيشد منه الشداد عشان ما يخرجش بره، عشان ده ما يخرجش بره. كده ده عمره ما يطلع بره هنا خلاص ماشي. هنركب بقى الموتور بتاعنا. طبعا دي قاعدة بالنسبة للموتور، هي بنحطها هنا الأول، هنجيب الموتور بسم الله، بنحط الأواعي بتاعته كده، حطنا قاعدة، نحط القاعدة التانية زي ما انتوا شايفين. اصبر يا ماشي، هنركب المسمار بتاعنا اهوت ماشي كده. شبطنا ده، هنظبط القاعدة شوية ونركب ايه المسمار بتاعنا. طبعا هنبقى نركب السير الأول، وبعد كده نشد الايه السير على حسب الاحتياج. هنركب بقى السير بتاعنا الأول ونبدأ نشد عليه. بسم الله، السير بتاعنا ركب، نبدأ نشد الموتور على هذا الوضع. بنحط مفكة أو أي حاجة نضرب بيها كده، ونبدأ بقى إيه نربط المسامير بتاعتنا كده. هنربط بقى المسمار بتاعنا بسم الله، بنربط من هنا شوية ومن هنا شوية بحيث ايه ان الاتنين زي بعض.
السير بتاعنا يعني شارد شوية، هنهوي سن، هنهوي المسامير سن عشان ايه السير بتاعنا ايه هو شوية هو شارد قوي. امسكه بايدينا كده بحيث ايه ان يجيب معانا، لان طبعا كل ما بربط المسمار السير بيشد معايا اكتر. الشدة بتاعته تبقى معقولة، لا هو اللي شاد قوي انه يتقطع او يبوظ الجريبوكس، ولا هو اللي طري قوي انه ميدينيش لفة كويسة. كده ايه كده مظبوط. ده كده بالنسبة لنا ده تركيب الجروبوكس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا بنركب مسامير الجروبوكس يعني اللي فوق. ماشي، ده الايه المسامير بنركبها بتاعت الايه الجروبوكس من فوق من عند تحت المروحة. ده 4 مسامير طبعا، دول بيبقى 10. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا المسمار بيتربط يمين، تمام. هنبدا بقى نركب ايه المروحه والمسمار بتاع المروحه زي احنا جايبين كده. بركب المروحه في النص اهيت، هو الاحسن حاجه احنا ما نطلعش المروحه بره، لان ممكن تتشرخ واحنا بنطلعها. المروحه دي يعني ايه على قد الوش بالظبط، يعني ما فيش مسافه ان احنا نطلعها منها اصلا، تطلع بالاول. ويفضل ان احنا ايه نسيبها ونركب عادي خالص، وبعد كده نركب المروحه. ده المسمار بتاعها اهوت. نركب الوش بتاع الايه المروحة. طبعا الوش اللي من يمين اهما بنركب بقى من يمين بالظبط كده، الدنيا زي الفل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.